حريق غابات اندلع بشمال إسبانيا. الحرس المدني الإسباني صرح أنه تم إجلاء 300 شخص خلال الليل من المنطقة الشمالية. السلطات المحلية قالت إن معظم الحرائق ربما اشتعلت عن عمد من قبل مثيري شغب وآخرين لم يأخذوا الأمر بجدية. الحرائق الأخيرة جاءت على رأس حريق غابات آخر لا يزال مشتعلاً بعد 9 أيام من اندلاعه في الغابات في منطقة فالنسيا الشرقية، وحريق آخر اجتاح 1100 هكتار من الأراضي في غاليسيا في الشمال الغربي. وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية قالت إن معظم مناطق أستورياس الشمالية وكانتابريا المجاورة ومناطق كبيرة من ساحل البحر المتوسط الإسباني في حالة تأهب قصوى لخطر حرائق الغابات مع ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية.